ثم ليس المقصود من انكار مولده نقص في حكم النبي عليه الصلاه والسلام، لا، بل هو احب الينا والى اهل السنه من ابائهم وامهاتهم وانفسهم عليه الصلاه والسلام، حتى قال عليه الصلاه والسلام: لا يؤمن احدكم حتى ابونا احب اليه من ولده ووالده والناس اليه. وقال عمر يا رسول الله: ما انت احب اليه كله الا من نفسك. قال: يا عمر لا، حتى ابونا احب اليه من نفسك. فقال: انت احب من كل شيء حتى من نفسك. قال: انا يا عمر عليه الصلاه والسلام. اهل السنه يؤمنون بان الله صلى الله عليه وسلم احب اليه من كله بعد الله. فاحب شيء لاهل السنه الله وحده جل وعلا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو احب الناس اليه. فوق محبه النفس والمال والظلم. ثم الانبياء بعد عليه الصلاه والسلام. ونحن على ذلك على طريقهم. يشهد الله يشهد الله انه احب الينا بعد الله. يشهد الله انه احب الينا من المسلمين. قالوا والدا قالوا لا اله الا هو منك والله لو انه شرع ذلك لسرع ذلك. ولا إله إلا الله. والله لو شرع ذلك دعنا إلا الله. ولا شرع ذلك إلا إنك كتبنا به الكتاب. ولكنه ما شرع ذلك. ولا فعله ولا فعله.